ناقش تقرير عبد الله وايد حلو والاجواء كانت وايد تونس اكيد يعني تعطي احساس كذي بالانتعاش حلو اكيد ونشكر زميلنا اكيد نواف الفضلي على المونتاج والاخراج في هذا التقرير الجميل اكيد كل الشكر له واكيد بنرجع للاستديو مع ساره الكندري اخصائيه التغذيه العلاجيه وراح تكلمنا اكثر عن شنو المفروض يكون في جنطه عيالكم وهم رايحين المدرسه ومعانا عبد الله مرة ثانية عبد الله الحاتم مثال اليوم حي. انت نجم مع صباح الخير يا كويت عبد الله اللي راح يشوف ويقول لنا سارة يمكن سألتي عبد الله وعبد الله لما سألتك سارة شنو تحب تاخذ وياك المدرسة شنو جاوبتنا شنو قلت قولي شنو تحب احب اخذ سمونة اي شاطر موزة عصير ومطارة المطارة فيها ماي وما وشنو انواع العصير اللي تحب تشربها هذه اي نوع اي نوع حلو راح نبدا ويا ساره على طول الحين اللي مثل عبد الله طبعا عبد الله ما راح يقدر يجهز اهله راح يجهزون له وجبه صحيه مدرسيه صح. شنو الاساسيات اللي راح نبدا فيها يمكن انت بلشت بالجمله الصح التجهيز او التخطيط المسبق هو اهم شيء يعني صح. عدم التخطيط هو التخطيط للفشل او التخطيط للعشوائيه في تقديم الاكل او عدم تقديم اختيارات يمكن تنقصها المتعه تنقصها عامل الفان ينقصها عامل التغذيه المتكامله والفائده نلجا حق الاطعمه السريعه فنتجه من طعام سريع الى طعام سريع ثاني واحنا بدون ما نحس حتى هذه يمكن اغلب الاشياء اللي نشوف الاهل يلجؤون لها اللي هو الكرواسون الجاهز الصمون الجاهز العصير الجاهز هذه الاشياء يمكن لو احنا نقعد بالبيت نخصص لنا ربع ساعه قبلها بليله من اليوم المدرسي بربع ساعة راح نخلص وجبة متكاملة وجنطة فيها العناصر المتكاملة للطفل يحصل فيها كل الفوائد الغذائية حلو. أول نقطة أبي أنبه الأهل عليها أكيد يمكن كثير من الناس جهزوا وفي ناس للحين قاعد يجهزون موضوع الكونتينرات اللي يحطونها حق الأطفال في الوجبة في جنطة المدرسة ويجهزون فيها أكلهم وايد نشوف أنواع بلاستيك أشكال وألوان وايد تشوق لكن أبي أنبه حق الأهل دائما يختارون المنتجات إذا كانت من بلاستيك تكون PPA free شنو مادة PPA هذه البايسوفينول A هذه المادة من عام 2010 شافت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أن ربطوها بالسرطان ربطوها في الاختلال الهرموني خاصة عند الأطفال الذكور وخاصة أن هي موجودة حتى في المميات مات الأطفال صح. فدائما ننصح الناس لما يختارون كونتينرات اللي تكون من البلاستيك يمكن احنا نلجأ لها غالبا لأن هي أخف وزنا صح. الزجاج عادة والستانلس ستيل يكون دائما أأمن لكن إذا ما كانت متوفرة دائما نرجع حق البلاستيك اللي يكون PPA free PPA free ديروا بالكم وحرصوا على انها تكون PPA free حتى تحفظون سلامة عيالكم عبد الله شو تبي تاخذ الحين تاكل وياك وانت رايح السيارة نبلش بالصمونة شنو حاب تاكل ترى مجهز هو يمكن قلتي ساره ان الواحد قبل لا يجهز الاكل يجهز الحافظه الخاصه فيه نعم. فعبد الله قبل شوي قاعد يقول لنا انه هو جاهز من متى شريت اشيائك الخاصه بالمدرسه عبد الله من زمان شريتهم سحبتهم ها؟ من رمضان صح؟ عندك يعني جنطة نفس هذه؟ عندك حافظة حق الأكل تحطها؟ لا أنا أحطهم في الجنطة اي تحطهم بصندوق كذي حلو؟ اي اوكي وقلت لي نقطة مهمة قلت لي تحط عندك ماي لازم مطارة ماي جدا مهمة صح؟ بس تكون شنو؟ تخلي تحفظ الماي بارد عفية عليك ممتاز يمكن من أهم النقاط اللي عبد الله نبهنا عليها واللي فعلا احنا لازم نحرص عليها ان نحول البوكس مال الأكل الى ثلاجة ليش لان خصوصا في جونا الحالي احنا داشين شهر 9 لكن للحين الجو عندنا يعتبر وايد حار فعساس احفظ الأكل واضمن سلامة الأكل وعدم تكاثر البكتيريا بشكل كبير نحاول نخلي الماي جدا بارد ونحطه معانا في صندوق الأكل عساس يبرد عندنا الاكل ويحفظه لمده اطول بحيث انه ما تتكاثر فيه البكتيريا وهذه الامور طبعا صمونه جزء اساسي صح عبد الله لازم يكون عندك صمونه شنو بتاخذ صمونه اي صمونه اختار هذه اوكي عليك بالعافيه انزين جربت تحب التوست ولا ما تحبه احبه تحب التوست زي شنو احلى لما اعطيك هذا التوست كذي ولا التوست كذي نقطعها نسوي عليها حركات نسوي عليها حركات فدائما الاطفال يحبون عامل المتعه ولا نسوي لهم حركات صح
اوكي، فدائما نحاول ننوع حق الطفل، يعني مو كل يوم، يعني احنا نبي نلغي مفهوم بس انه صمونه جاهزه او توست وجبن، فنقدم لهم الاكل في عامل متعه اكثر، ان نقسط لهم يا طبعا قطعات الكوكيز وايد انصح فيهم. صح. ما نستخدمهم حق الكوكيز، لكن ممكن نستخدمهم حق مثل هالاشياء اللي ترقب الاكل الطفل بالاكل. وتلاحظون اغلب المنتجات اللي احنا جايبينها سمره. صح. احنا نبهنا على هالنقطه من قبل، ان نحاول دائما نعطي الطفل منتجات الحبوب الكامله، لان هي تمد الجسم والعقل بمستوى مضبوط من الطاقه، مستوى معتدل من الطاقه، فتعطي طاقه طوال اليوم، ما تعطي طاقه وقتيه ولمده قصيره وبعدين تخسف فيه. صح. فهذا الاختلاف في مستوى الطاقه راح ياثر على تركيز الطفل، وحتى ياثر على الاطفال اللي عندهم فرط نشاط، فتلاحظين الطفل عقب ما ياكل اكله يكون هايبر وعقب يطخ، فهذه الشيء نحاول نبتعد عنه. طيب سارة، كلامك متم، تنصحين بالروتي ولا يكون صمون او الخبز الخفيف؟ على حسب عمر الطفل وايضا احتياجه، يعني احنا عندنا يمكن الرينج من اعمار الحضانه الى اعمار المراهقين، فممكن الاعمار الاكبر ممكن ياخذون لي صمونتين من صمونتين، ما بين يمكن نفس عبد عمر عبد الله ممكن ياخذ هالصمونه اللي عجبته، عبد الله 7 سنين عمر كل عبد الله تحب الصمونه هذه، ممكن ياخذ هالكميه تكون جدا ممتازه بالنسبه له. حلو. وايضا في ممكن ننوع لهم، ممكن نسوي لهم الوافلز او البانكيك ونفرزن لهم اياه ونطلع لهم بشكل يومي، فما راح ياخذ يعني وقت. تأدين الجنطه بحب. بالضبط، بمتعة وبحب، على أساس بالضبط هو مشروع، أنا يعني مشروع فني ومشروع حب تقدمه الأم كل يوم لأطفالها. طبعا ننبه على نقطة، مثل ما عبدالله قاعد نحط حق عيالنا الصمونة كل يوم، لازم يطلعون من البيت متريقين، حتى لو ماكلين وجبة خفيفة. تتريق عبدالله بالبيت؟ اي. كفو عليك، عفي عليك الشاطر. تحب البانكيك بعد؟ اي. شنو تحب فوقه صلصات؟ شوكليت؟ فوق عسل ولا شوكليت ولا مربى فراولة؟ الصوص ماله. الصوص الميبل سيرب وايد ممتاز، صلصة الميبل سيرب. الحين نجي حق موضوع الحشوات والصلصات. دائما احنا نلجأ، يمكن وايد صار لغط كبير وانتبهوا الناس كلهم، حق موضوع الجبن الكريمي اللي هو عبارة عن دهن وليس جبن. صح. فدائما أنصح الناس لما يختارون الجبن، يختارون الجبن اللي يكون مكوناته قليلة، ويكون كثر ما كان لونه أقرب أصفر، أو يعني الصفار ماله مو فاقع جدا، اللي هو يكون فاتح قريب للأبيض، قريب للأبيض معناته أنه ما في مواد حافظة. حلو. بصورة كبيرة، مكوناته المفروض ما تتعدى 3 إلى 4 مكونات، إذا أكثر من كذي معناته الجبن مصنع أكثر من اللازم. صح. طبعا دائما نلجأ حق الأجبان اللي تكون مدة صلاحيتها قصيره، لان تكون فريش اكثر وما فيها مواد حافظه بصوره كبيره. حلو. ايضا التركي، وايد ناس من عقب ما نبهناهم على موضوع اللحوم المصنعه سالوني شنو البديل، او هل التركي يدخل في ضمن اللحوم المصنعه ولا لا. طبعا التركي اذا يحتوي على ماده النايتريت الحافظه، فانا ما انصح فيه، نوخر عنه، ناخذ الطازج الهني هذا النوع اللي متوفر في الجمعيه. في انواع يسمونها اوفن روستد، ما تكون سموكت او مدخنه. صح. فهذه انواع جدا ممتازه، وحتى مدى صلاحيتها تكون قصيره. فعاده الاكل اللي يفسد بسرعه يكون فريش بصوره اكبر، فما يفسد الجسم بصوره كبيره. يعني الاكل اللي فيه مواد حافظه محطوط المواد هذه عشان تقتل كمية البكتيريا الكبيرة اللي موجودة في الأكل، لكنها للأسف أيضا تقتلنا وتؤدي صحتنا. من الاختيارات اللي جدا حلوة، عبدالله تحب الحمص؟ مجرب الحمص من قبل ولا مجربة؟ لا. حمص حلو بمطعم لبناني ولا مطعم لبناني ولا شيء؟ لا. إذا أنا عندي نصيحة لك إن تجربه. يلا شكله يعان عبدالله، تبي تجربه الحين ولا تجربه بعدين؟ لا بعدين. 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 جرب لك صمونة بدل ما كل يوم يصير صمونة جبن، النوع حلو التنويع، صح؟ نجرب أشياء جديدة. بس انا الصمونه ما احبها مع اشياء غير الجبن. اوكي. لان مع الجبن طعمها لذيذ. اي. ما تاكل زعتر؟ ما تحط معها زعتر ومع الجبن وكذي، ولا بس جبن خالي؟ بعض المرات احط زعتر. ممتاز، عفي عليك. الزعتر ايضا من الامور جدا ممتازه، يمكن قفشتين من الزعتر، قفشتين صغار يعطونا 15% من احتياج الطفل من الحديد. صح. فنسبه جدا ممتازه. ايضا التونه من الشغلات اللي جدا ممتازه. لو نرد حق الحمص ونشوق عبد الله حق الحمص، الحمص تحتوي على الطحينه طبعا اللي فيها الدهون المفيده، وايضا فيها نسبه بروتين وكالسيوم عاليه. صح. وايضا تعتبر من البقوليات المفيده اللي فيها نسبه عاليه من الالياف، فدا ف
لو نكسر حق الأطفال بدل ما نعودهم دائما على نوع واحد من البروتينات نحاول ننوع لهم. اللبنة أيضا ممكن يستهلكون الأطفال اللبنة كنوع من التنويع إذا يبون شيء دهني، لأن غالبا الأجبان الدهنية إحنا ما ننصح فيها، فاللبنة تعتبر خيار وايد صحي بالنسبة لهم. دائما ننصح الأطفال من عقب عمر السنتين يعني من ما يدشون الحضانة ممكن يأخذون منتجات الألبان قليلة الدسم وليس كاملة الدسم، يعوضون الدسم شلون؟ يحطون شوية زي زيتون مع زعتر، طبعا يعوضون الدسم بالدهون المفيدة وليست الدهون المشبعة اللي صحيح. أصلا موجودة في منتجات حيوانية. يعني واحد من العناصر الغذائية هذه الموجودة يكون لازم موجود، يعني عنصر عنصر يكون موجود من النشويات وعنصر من البروتينات. إنزين، في فكرة دائما يقدمونها الأجانب الأمريكان يحبون الساندويتش البينت باتر أنجلي، هذا ساندويتش معتمد عندهم. أنت مجربة من قبل بينت باتر؟ تحب البينت باتر؟ إيه. طعمها لذيذ؟ تحطها مع شنو؟ بس بينت باتر بروحها؟ بينت باتر مع نوتيلا. نوتيلا عليك بالعافية. البينت باتر جدا مفيدة، لكن دائما لازم ننتبه على اختيار النوع الجيد. النوع الجيد ممكن يحتوي بس على الفول السوداني نفسه وأيضا على قليل من الملح، لا يكون في سكر ولا يكون في دهون مهدرجة. فهذا الأنواع يعني اللي لازم تطلعون المكونات بشكل أساسي قبل لا تشترون نوع المنتج، لأنه تكون في المواد اللي قالت عنها سارة مو مفروض تكون موجودة توخرون عنها تماما، صح؟ بالضبط. ايضا اذا ممكن يحط معاه عنصر من السكريات، لان البينت باتر شويه طعمه ثقيل قوي، فممكن نحط مربى اللي تكون خاليه من السكر. حلو. ممكن نحط العسل، وانا دائما انصح الاطفال بالمانوكا هاني. المانوكا هاني يعتبر من الانواع العسل اللي ممتازه جدا بالنسبه حق المناعه، فاذا مره خلال الاسبوع عطيناه حق الاطفال جدا يقوي مناعتهم. حلو. تاكل عسل عبد الله؟ اي كفو عليك بالعافيه. اوكي. وحتى بالنسبه حق الاطعمه السكريه اذا قاعد ياخذها مع مصدر بروتين، يعني بدل ما ياخذ النوتيلا بروحها او قطعه كاكاو يكبرها بروحها، ممكن ياخذها مع البينت باتر، فهذا ما راح ياثر على مستوى السكر عنده بطريقه كبيره، يعطي طاقه اكثر. بالضبط. احنا اذا بنكمل هناك صوب الخضروات والفواكه وايضا في نفيش، بس يعني قبلها بتكلم عن المشروبات. نعم. يمكن وايد من الاطفال ما يشربون الماء، حتى الكبار احنا ما نشرب ماء. بالضبط. والحين مطارات بشكل طيب، قبل احنا قلاص البلاستيك هذا اللي ينزل كذي ونعبيه، الحين في اشياء يعني جميله. شنو افضل مشروب للحقيبه المنتقسيه يكون موجود للاطفال؟ المشروب المثالي طبعا هو الماء، مثل ما انت قلت لازم يكون معانا مطاره من الماي. الاطفال للاسف وايد قاعد اشوف الاطفال ما قاعد يشربون كميات كبيره من الماي ويعانون من الجفاف. الماي طبعا هو الغذاء الامثل حتى حق المخ، حتى لترطيب الجسم ونقل المغذيات كلها حق الجسم. فخصوصا في جونا الحار دائما لازم نحرص ان الاطفال ياخذون على الاقل، الطفل يمكن في عمر عبد الله ممكن يعني لغايه نص كوب او نص لتر تقريبا، او 500 ملي من الماء ممكن ياخذ في فتره المدرسه، خصوصا مع الحركه ومع حراره الجو يحتاجون كميه كبيره من الماء. بالضبط. فما نعتمد بس مثلا على البرادات اللي موجوده في المدرسه، لازم الماء هو يكون المشروب الاساسي. حلو. بالنسبه حق المشروبات الثانيه او المشروبات المنافسه، العصير طبعا دائما يعني الاهل والاطفال يحبون العصير كمشروب في الوجبه المدرسيه، لكن ننبه ان الاطفال من عقب من تحت عمر الست سنوات ممكن ياخذون نص كوب الى ثلاث ارباع كوب من العصير. هذه طبعا توصيات جمعيه طب الاطفال الامريكيه. والاطفال من عقب ست سنوات ممكن ياخذون كوب الى كوب ونص من العصير خلال اليوم كله. حلو. فليش زياده العصير؟ شنو مشكلتها؟ وليش حددوا العصير مدام موجود من السكريات اللي فيها؟ بسبب وجود السكريات، هذه ممكن تعرض حق الطفل حق السمنه. وايضا الاطفال اللي عندهم نزول في الوزن تاثر عليهم، يصير عندهم سوء في الشهيه لانه بس يعتمدون على العصير. ايضا ممكن تزود من حالات الاسهال عند الاطفال، فتسوي لهم سوء تغذيه اذا خذوها بكميات كبيره. انا اشوف الوجبه وجبه كلاسيكيه هي جدا نشوفها دائما عند الاطفال، دائما لازم يكون جزء من الحقيبه المدرسيه لازم يكون في عصير. إيه؟ كاكاو وبطاط، هالثلاثة دائما، اذا ما كان معاه بسكوت، اذا ما كان معاه حلاوه. حتى بالمقصف يبيعونهم يمكن هذه الاشياء. فهذه الاشياء احنا نسميها اغذيه منافسه. هذه الاشياء اذا الطفل خصوصا متريق بالبيت وخذ له صمونه وفيها جبن ولا لبنه او كرواسونه او في الفرصه الاولى، وخذ هاي الاشياء في الفرصه الثانيه، يعتبر تقريبا تريق ثلاث مرات، لان كسعرات حراريه كميه السعرات الحراريه فيها جدا عاليه. تقريبا هل الكميه من هل السناك يحتوي على تقريبا من 600 الى 700 سعره حراريه وايد، وحوالي 16 مكعب من السكر.
فبالضبط الأطفال قاعد يأخذون كميات كبيرة من السعرات الحرارية، هم بالنهاية قاعد يقضون تقريبا 180 يوم دراسي خلال العام، 180 فرصة لنا أن نحسن من تغذيتهم أو صح. نخليها تسوء. فدائما ودائما الأطفال يشدون بعض، يعني من الأشياء اللي حطيناها لفتت نظرك يمكن عبد الله في البداية، إيش رأيك بالنفيش عبد الله؟ تحب النفيش؟ اوكي، شكل لما في مره وديت النفيش معاك المدرسه؟ لا. اوكي، انزين. انا دائما انا ولدي كبرك لما يودي النفيش المدرسه دائما هو اللي يصير البطل مال الصف عنده، دائما كله يعزم ربعه وكلهم يستانسون عليه ويوزعونه بيناتهم. توديه وياك؟ فكره حلوه؟ فكره حلوه صح؟ بعد احلى من البطاط صح؟ حلوه. راح تاخذ معك هسه نفيش؟ اي بس مو اي نفيش اخذ. شنو النفيش اللي تاخذ؟ شنو اللي تحبه؟ احنا عندنا نفيش احنا نسويه في البيت. ممتاز، النفيش الفريش نسويه بالبيت، ما ناخذ اللي فيه كراميل واللي فيه نكات صح؟ عفي عليك. جميل فايف. عفي عليك. قبل ما نكمل في صوره طلبت انها تكون موجوده، راح اشوف الصوره ويانا الحين على الهواء وكلمينا شوي عنها. الصوره جاهزه؟ طبعا هذه الصورة اللي يمكن مقززة لما نشوفها لطفلة قاعدة تشرب دهن. هذه طفلة يمكن تعبر عن واقع كثير من الأطفال صح. اللي الحين لما الواحد ياخذ الشيس الكريسبس هم يسمونه أو الشيبس واحد خلال اليوم لمدة سنة كأنها شاربة 5 لتر من الزيت. فإحنا هذا الشيء نعتبره طبيعي عندنا، يعني أنا دائما لما يجوني مراجعين كل إحنا الفئة اللي تينا فئة اللي في عندهم سوء تغذية أو سمنة، أقول لهم والله قطعوا الشيبس يعتبر شيء مستحيل عندهم لأنه أوريدي يمكن قاعد ياخذون 3-4 في اليوم. يكون وجبة أساسية ولا بعض يكون ساعات؟ الوجبة الأساسية لا تكون جزء من وجبات ما يحسونها، يعتبرونها تسلية ويعتبرونها سناك. فأنا دائما ننصح إذا بياخذون دائما لما اذا ابى اضبط سيستم طفل كان يستهلك كميه كبيره من الشيبس اوكي ممكن اقلله لكن ما يصير جزء اساسي. كنا احنا نشوف الحين مهرجان العوده للمدارس محتفلين فيه بالجناط والكونتينرات لكن ايضا محتفلين انواع الكاكاو وانواع الكراتين الله وكيلك بالضبط كراتين ونشوف العربانات متروسه بانواع الشيبس. هذه الاشياء لا ما نفضل ناخذها صح. ومثل ما قال عبد الله شوف ياكل عبد الله تاكل شيبس ولا لا؟ أكل. بس شفت الصورة شلون الشيبس ما أكل وايد. عفية عليك. أوكي. كم مرة بالأسبوع؟ مرة واحدة. ممتاز ممتاز. يعني بين فترة وفترة إذا خذينا مثل هالأشياء يعني دائما أنا أشوف بيئة البيت وأيضا بيئة المدرسة صح. دائما هي تكون هي البيئة السليمة لأن الطفل بالنهاية راح نطلع ويكند وفيها المطاعم راح نروح زوارات وفيها الحلو صح. فدائما نحاول كثر ما نقدر أن تكون بيئة المدرسة وبيئة البيت سليمة. في مثل إنجليزي وايد مشهور يقول لك it takes a village to raise a child أن ياخذ الموضوع قرية كاملة أو مدينة صح. كاملة على أساس تربي طفل واحد. فدائما تعاون البيت والمدرسة والأهالي كلهم يعني لما أنا طفلي إذا قاعد أرسله مع وجبة صحية أكيد راح يشوق الأطفال بطريقة طبعاً مشوقة راح يشوق الأطفال زملائه أنه يقلدونه ويأخذون كلهم يأخذون نفس الوجبة. بس شلون نقنعه يعني هذا الموضوع الحين الصعب يعني قلنا الخيارات هذه الصحية نشويات البروتينات البوبكورن الحين عندنا عبد الله مثال حي شلون نقنع عبد الله أنه يغير من الشيبس وغيره وما يأكل وايد؟ ما شاء الله عليه عبد الله أوريدي هيلثي فالحمد لله زارعين في عادات صحية صح. وهذا المفروض يعني من الصغر يعني الطفل إذا يمكن بدش المدرسة عمر 4 سنوات وهو مو متعود يشوف فاكهة مو متعود يشوف خضرة ما رح تجذبه هذه صح. الأشياء بعدين فهذه عادات غرس من الصغر. ويمكن النقطة اللي وايد حبيتها عبد الله أول ما جاء قال أنا أحب الفاكهة ودائما يحرص إنه يكون معاه موزة في جنطة المدرسة. فالحين أنا قلت له فكرة يمكن من الأفكار اللي وايد حلوة ممكن الأم تشوق فيها الطفل إن تسوي له مسجز حلوة أو صغيرة تكتب لها على الموز بالعود الصغير فمن يوم ويوم يتشوق الطفل أصلا حق الوجبة الصحية وتغير الجملة ويظل متشفق كل يوم إيش كاتبت لي أمي بالضبط إيش رأيك هذا الحين مكتوب عليها good luck شنو تبي يكتبون لك على الموزة مالتك love you صح؟ هذه أي شيء حلوة قنوع تحب الرقي؟ تحب الرقي عبد الله؟ أيضا من الأفكار أن نقدم الأكلات أن شلون الياهل يتشوق إذا الطفل عادة خصوصا إذا الأكل يعني إذا حطيت له خضرة
خيارة كاملة ولا حطيت له تفاحة كاملة، ما رح يتقبلها كثر ما يكون تكون بشكل مبسط. صح. وأيضا الطفل يمكن ما يقبل على الأشياء المختلطة مع بعض، يعني لما أجيب له سلطة ممكن ما يأكلها، لكن لما أجيب له أنواع الخضار مقطعة يعني كل نوع على حدة رح يقبلها بصورة أكبر. صح. من الأفكار اللي وايد أحبها مع الرقي إن نستخدم البولر هذه نسوي فيها كور من الرقي، فنخلصها من طبعا الرقي من الاشياء، ودائما اللي الحين موسمها، ودائما ننصح الامهات انه يختارون الفاكهه والخضروات تكون بموسم بموسمها الموسم. صح. فتكون فائدتها اكبر، وايضا نضيف عليها عنصر المرح اكثر. صح. يعني هنا عندنا انواع كثيره من الفواكه مثلا العنب، انواع التوت، هذه الانواع اصلا ما تحتاج ايضا للتحضير، مجرد غسلها. صح. وحفظها في جنطه المدرسه ما راح تاخذ منه وايد وقت، وايد تغنينا عن انواع الحلاوه اللي ممكن تكون يمكن موجوده. يمكن ساره شوي الوقت داهمنا وبنبلش نختم، لكن بشكل سريع ساره، جنطه الطفل بيروح المدرسه شنو بشكل سريع تنصحين الام تحط فيها المستعيله، خلينا نقول ما اللي ما تبي تمزج وهي تحط له اوكي الساندويتش. الساندويتش عنصر كربوهيدرات وعنصر بروتين، والساندويتش نلونها تكون فيها خضره، خيار، زعتر، خضار ورقيه، على اساس تزيد الفائده فيها. حلو. وايضا يكون في سناك صحي، ما نفضل الشيبس والكاكاو والحلويات بشكل يومي، ممكن يكون الفاكهه، ممكن يكون الكاكاو الدارك، ممكن يكون النفيش. حلو. ممكن يكون بسكوت مصنوع من الشوفان او مافن مصنوع من بالبيت مع شويه فاكهه، قرع، موز، تفاح. ممكن الام تحضر من قبل، فموضوع التمزج الصبح هذا تلغيه. صح. بالعكس تكون امورها كلها جاهزه وتكون مجهزه من الليل. ايه. الامور عندها سلسه. يمكن احنا وعدنا المشاهدين في حلقه سابقه ان راح نعطيهم وصفه للجلي الصحي بشكل سريع. ساره الجلي اهم شيء ترى الجلي اهم نقطتين عندي، شلون اقدر احول العصير الى جلي؟ ممكن نختار عصير طبيعي، ممكن نحط معه ملعقه صغيره او حوالي 5 جرام من الجيلاتين، او طريقه ثانيه نستخدم، وهذه طريقه وايد انصح فيها الاطفال اللي يعانون من الامساك، نحط ملعقه كبيره من عشبه الاسبرغول مع نص، طبعا المقدار العصير يكون نص عصير من العصير الطبيعي 100%، او اي سائل الام او الطفل يحبه او يعتمده. نعم. ونثلجه مثل هالطريقه. حلو. نحطه بالثلاجه. حلو. وبعدين نفرغه عندنا ونحطه في كونتينرات. ناخذها بحلقه ثانيه اكيد ان شاء الله، اكيد راح نعيدها مره ثانيه ساره. اكيد وصلنا للختام، شكرا عبد الله نورتنا اليوم في صباح الخير يا كويت، شكرا ساره، نتمنى الكل الاستفاده ان شاء الله من هذه الويبه اللي راح تحضر ان شاء الله لعيالكم باذن السميع العليم، وبدايه سنه جديده جميله لعيونكم وعيون عيالكم ان شاء الله دائما وابدا. بالبيت العامر كويت مناصر، كنا معاكم، كن دايم سلام. اكيد نشوفكم حلقه باكر، فما ذا